قال سعادة الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا رئيس هيئة الطاقة المستدامة إن مملكة البحرين أعلنت عن استهداف الوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060 في الانبعاثات الكربونية لمواجهة تحديات التغير المناخي وحماية البيئة. وثمن ميرزا هذه الخطوة التي أقرها مجلس الوزراء الموقر والتي تحث على زيادة استخدام الطاقة النظيفة التي لا تصدر عنها انبعاثات كربونية ضارة بالبيئة. أود أن أشيد بقرار مجلس الوزراء باستهداف البحرين للكربون الحيادي بحلول 2060 لما له من آثار إيجابية على البيئة وصحة الناس وصحة المواطنين والمقيمين والأجيال القادمة في مملكة البحرين. ونحن في هيئة الطاقة المستدامة سيكون لنا دور مهم في الإسهام في تحقيق الهدف الوطني للوصول إلى صفر كربون حيادي بحلول 2060، لأن هيئة الطاقة المستدامة تحث دائما وتشجع على زيادة الاستثمار في الطاقة المتجددة التي هي طاقة نظيفة ولا تلوث البيئة، فكلما زاد الاستثمار في هذا المجال وكلما زاد الاستخدام نكون قد حافظنا على البيئة وقللنا من الانبعاثات، وخاصة أن الآن أصبح كلفة الطاقة النظيفة منافسة للطاقة الأحفورية.